واحد أيضا من الأسماء بقى الكبيرة في التحكيم المصري، أداء كبير في كأس الأمم الأفريقية، قبلها أداء رائع في كأس العالم، اسم دايما يشرف التحكيم المصري بشكل كبير جدا، هو الكابتن محمود أبو الرجال الحكم المساعد الدولي. يا كابتن محمود مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كابتن كريم ازي حضرتك، وانا اللي بشرف حضرتك وكل اسره البرنامج، وفرصه سعيده جدا وبتبسط لما اكون معاك. انا ببقى اكتر سعاده، واكتر سعاده كمان بمستواك الثابت، يعني انت من الحكام اللي عندهم مستوى ثابت والحمد لله في كل البطولات، تشرف التحكيم المصري وتشرف كره القدم المصريه، وفي كاس الامم الافريقيه نفس الامر. اداء فرحنا يا كابتن محمود بصراحه، وكلنا هنا كنا فخورين، وكلنا هنا اول مره يبقى في اجماع على التحكيم المصري من الجميع سواء اعلاميين او جماهير، المستوى اللي انتوا قدمتوه في هذه البطوله. والله الحمد لله، هو كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى علينا، وعايز اقول لك احنا دايما بنبقى مركزين في البطولات دي عشان احنا ما بنمثلش نفسنا، بنمثل مصر. يمكن ماتش الافتتاح فتح لنا باب كبير وخلى الناس كلها تاخد بالها من التحكيم المصري، اضافه طبعا ان بعد كده المنتخب ما كانش فيه توفيق، فكان الناس كلها كانت مركزه مع اسم مصر في صوره التحكيم المصري، فعشان كده يعني الامور مشيت بالشكل ده. لكن احنا دايما بنبقى مركزين في البطولات الكبيره وبنحاول نطلع اقصى حاجه عندنا. انت عارف يعني الحكام المصريين يعتبروا من افضل حكام في افريقيا وفي العالم. ان شاء الله اللي جاي بالنسبه للتحكيم المصري يبقى حاجه كويسه باذن الله في كاس العالم، بيمثل مصر طقم كامل ان شاء الله، لو مش طقمين يبقى طقم كامل ان شاء الله زي الدول الثانيه باذن الله. عظيم جدا. طيب كابتن محمود، السؤال ده بساله لكل حكامنا اللي شرفونا في كاس الامم الافريقيه، ليه تتلقوا الاشاده دائما في المباريات الكبيره والمباريات الدوليه والقاريه، وهنا في مصر تتعرضوا دائما للانتقادات في مباريات الدوري المصري او في كره القدم المصريه بشكل عام؟ ايه الفرق؟ مفيش فرق خالص والله. يمكن بس احنا طبعا هناك ما بنحكمش لاي فرقه مصريه، فانتوا دايما بتبقوا شايفين التحكيم حتى لو في اخطاء بسيطه، فالتعاطف دايما مع الحكم المصري، لان طبعا احنا بنمثل مصر. صح، عارف هنا الضغوط في مصر، كل فرقه عايزه تكسب، ودايما ممكن ما يبقاش في توفيق عند الحكم، ما يبقاش في توفيق عند الفرقه، لكن دايما انا شايف ان هو ما فيش اختلاف في التحكيم خالص هنا او بره. الحكم بينزل بيأدي كود اللي يقدر يعمله، عشان في الاخر الحكم بيتقيم علشان بيروح لحته ابعد من اللي هو موجود فيها، عايز يتقدم في مستويات ابعد، وبالتالي هو دايما بيبقى عايز ينجح. صحيح. اذا حصل خطا بيبقى خطا، ده بتبقى حاجه يعني تقديريه، ما بتبقاش بتبقى غير مقصوده طبعا. الحاجه الثانيه عمره بيبقى عايز يغلط، اي مفيش اي حكم نزل الملعب عمره عايز يغلط. فانا شايف ان التحكيم في افريقيا او التحكيم خارج مصر يمكن بس عشان الناس بتبقى بتشجع الحكم المصري بره، فكله شايف ان هو عايز الحكم يظهر في افضل مكانه. صحيح. كابتن الكبير كابتن محمود ابو رجال حكمنا المساعد الدولي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.